أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام الجديد، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والعالمية، ونبدأ من أبرز العناوين. في الهيئة بيت الأمم المتحدة تؤكد أن الانتخابات البرلمانية شهدت عمليات تزوير وترهيب. في صحيفة المدى، إجراءات البرلمان تهدد باستبعاد 21 مرشحا فائزا في 4 محافظات. في موقع كتابات، في العراق مزورون يغيرون كل شيء من الأسماء إلى الأملاك. وجاء في موقع الجزيرة نت، جويش أوغلو، دولتان مسلمتان حاولتا حرق اقتصادنا. وفي صحيفة العربي الجديد، شبح فراغ دستوري في العراق، المفاوضات مجمدة بانتظار المفوضية. في القدس العربي، تركيا تنتقد تقرير الخارجية الأمريكية بشأن الحريات الدينية عبر العالم. في صحيفة الحياة، البرلمان العراقي يتجه إلى فرض العد اليدوي. قرار مجلس الوزراء بفصل سلطة الطيران المدني عن وزارة النقل وإلحاقها بمجلس الوزراء يبدو هروبا إلى الأمام من حل مشكلة نشأت بين رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل. إدارة الدولة بطريقة المافيات، هكذا وصف الكاتب عدنان حسين ما يجري في أروقة الحكومة في العراق بمقال في صحيفة المدى. الوثائق المنشورة، أي الكتب المتبادلة بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة النقل، أوضحت أن الأمانة العامة اعترضت على قرار وزير النقل بإجراء عملية التبادل بين المديرين العامين في وزارته، معتبرة أن الأمر من اختصاص الحكومة ورئيسها. الوزير رد بأن هذا الأمر هو من صلب اختصاصه ووزارته. يبدو أن رئيس مجلس الوزراء وجد نفسه في موقف لا يحسد عليه بعدم استطاعته الرد على منطق وزارة النقل ووزيرها بمنطق أقوى، فقرر الهروب إلى الأمام من انتزاع سلطة الطيران المدني من وزارة النقل وإلحاقها بمجلس الوزراء، أي برئيس الحكومة والأمانة العامة لمجلس الوزراء. نحن لم نسمع من مجلس الوزراء ورئيسه ما يقنع بأن موقفهما ليست وراءه دوافع شخصية أو سياسية. من الطبيعي أن تكون سلطة الطيران المدني تابعة لوزارة النقل، كما هي سلطة الموانئ وسلطة السكك الحديدية وسلطة نقل المسافرين وسواها. ويضيف الكاتب، قيل قديما حدث العاقل بما لا يعقل، فإن صدق فلا عقل له. برغم كل المحن التي مررنا بها نحن كعراقيين، فإن نسبة كبيرة منا لم تزل تحتفظ بعقل سليم. مجلس الوزراء ورئيسه والأمانة العامة لمجلس الوزراء عليهم أن يدركوا هذا تمام الإدراك، فلا يتعاملوا معنا بعيدا عن الشفافية. نحن مفترضون أننا نعيش في دولة، من أولى واجبات الدولة احترام مواطنيها وعقولهم. في عالم المافيات والعصابات هناك ممارسات أخرى، أفتونا مأجورين، هل نحن دولة أم كيان مافياوي؟ ماذا ينتظر العراقيون من شجرة الاحتلال؟ أن تطرح من أصناف الفواكه مثلا كالديمقراطية والحريات والإعمار والتنمية والنهوض العلمي والثقافي ومفاهيم السعادة والرفاهية. ما معنى احترام السلطة مع وجود قادة أحزاب وقادة دولة يؤدون دور المشعوذين لبث التفرقة والمهانة والتجويع وحتى هتك الأعراض؟ فالتغيير في العراق لن يكون واقعا إلا بالاصطدام بين الجلاد وضحيته، هكذا يرى الكاتب حامد القيلاني في مقال بصحيفة العرب اللندنية. انتهى الأمر إلى تسليم شجرة الاحتلال الأمريكي إلى عملاء النظام الإيراني
من ميليشيات وأحزاب طائفية. لذلك فإن مساعي حكومة نور المالكي لتوقيع ما عرف باتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق كانت تهدف إلى تخفيف التواجد العسكري تحت حجة تحرير العراق من تبعات الاحتلال الأمريكي، بينما كان الهدف أن تنتقل إيران بكامل عدتها العقائدية والسياسية إلى الاستفراد بالواقع العراقي دون أي مزاحمة من الدولة العظمى في العالم التي تتعثر الآن في خطواتها لإيجاد موطئ قدم مؤثر بالعملية السياسية يجتهد في أن يقترب ويعادل كفة الضغوط المقابلة للحضور الإيراني في انتخابات العراق النيابية، حيث تتصدر نشاطات قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري ولقاءات السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي مشهد تقريب وجهات النظر بين فرقاء الكتلة الإيرانية، وكذلك بلورة واقع انتخابي أكثر استجابة لمتطلبات مشروع ولاية الفقيه من النتائج الانتخابية. رغم 12 فقرة من عمود الاستراتيجية الأمريكية ضد النظام الإيراني في إعلان وزير الخارجية مايك بومبيو، إلا أن الساحة السياسية في العراق تظل هي الفيصل في تقرير ما إذا كانت أمريكا جادة في تقطيع أوصال الأذرع الإيرانية. ويضيف الكاتب أن الانتخابات البرلمانية ونتائجها ستجر الويلات على العراق لأنها متوالية تطعن في المستقبل وليست مجرد طعون في النزاهة والمفوضية والقيادات الطائفية بتحولاتها وتشوه تاريخ شخصياتها لعبت دورا ملتويا في جلد ظهور الناس بالمعتقدات والطقوس واللطم متناسية أن انعدام الكهرباء وقلة المياه وانعدام الأمن الغذائي خطايا كبرى تحاسب عليها القوانين الوضعية والشرائع السماوية. سواء نجح البرلمان العراقي في إلغاء جزء من نتائج الانتخابات أم لم ينجح، وسواء تمكنت لجنة التحقيق الحكومية من إجبار المفوضية المستقلة للانتخابات على إعادة جزء من العد والفرز اليدوي أم لم تفعل، فإن الانتخابات العراقية التي أجرت في 12 من الشهر الجاري قد تعرضت لطعون وشكوك كبرى لا يمكن علاجها، سترافق الوضع السياسي الهش في العراق وتؤثر فيه وتغذي العداء نحوه، بحسب الكاتب مشرق عباس في مقال بصحيفة الحياة اللندنية هاجم فيها الانتخابات العراقية. واقع الحال أن البرلمان المغادر هو أكثر من ارتكب الأخطاء وأكثر من أضاع فرص الإصلاح وأكثر من طعن بالوحدة الوطنية وأكثر من حول منبره إلى ساحة تصفية حسابات سياسية على أكوام جثث العراقيين وعلى ركام مدنهم. ومنذ البداية لم يخضع النواب الذين يحللون اليوم بحماسة نتائج الانتخابات بعد أن فقدوا مقاعدهم قانون الانتخابات إلى الفحص الموضوعي، لم يفكروا لماذا كانت النخب العراقية تصر على ضرورة تغييره ولماذا تظاهر العراقيون من أجل قانون جديد، ولم يعيروا اهتماما في تلك المرحلة التي سمحوا بها بتمرير قانون انتخابات مليئا بالثغرات بذلك الفخ الذي دفعوا إليه بلادهم من جديد بعد أن كانت الفرصة مواتية لإنقاذها في مرحلة ما بعد تنظيم الدولة. كان من الواضح عندما بدأت أحزاب في وقت مبكر شراء بطاقات الانتخابات من الأهالي أنها تمتلك معلومات كافية عن آليات تصويت القابلة للاختراق، وأن دراسات تمت على أسلوب التعامل مع أجهزة التحقق وأجهزة العد والفرز، وأن التجربة التي أريد لها أن تقلل من التزوير كانت في الحقيقة معبراً سهلاً للتزوير. ويختم الكاتب في لحظة تشكيلها لم تكن مفوضية الانتخابات التي تقاسمت مواقعها الأحزاب شفافة وصادقة في التعاطي مع أشكوك حول أجهزة العد والفرز والتحقيق، كما أنها لم تكن شفافة في مرحلة إعلان نسب التصويت المشكوك فيها ولا في طريقة عرض نتائج الانتخابات والطعون التي سيقت بعد ظهور النتائج، ما جعلها طرفا في الفوضى التي تنتشر اليوم في العراق وتفرض نفسها على المشهد مهددة بخيارات كارثية.
وقف شاعرنا الكبير مظفر النواب قبل نحو نصف قرن في قاعة تزدحم من كل الأجناس والفئات تتقدمهم نخبة من القيادات السياسية العربية، فلم يجد في قاموس لغته تعبيرا يليق بمشهد صراعنا العربي الإسرائيلي لوصف الحالة بدقة إلا الألفاظ البذيئة التي تخدش الحياة العامة. وحينها قال إن الكلمات المهذبة لا تليق بهذا المشهد الهزلي للعملية السياسية في العراق، على حد وصف الكاتب هاشم حسن التميمي في مقال بصحيفة الزمن العراق. والتاريخ يعيد نفسه، لكن صحة مظفر النواب لا تسمح له أن يقف اليوم أمام وزراء العراق والأكبر منهم والكهرباء حصرياً ومفوضية الانتخابات خاصة وأغلب قادة الكتل السياسية ليقدم لهم توصيفاً ساخراً مفعماً بالشتائم، وبالتأكيد سيحتاج لمفردات جديدة تتفوق على تلك التوصيفات التي قيلت في قصيدته الأولى، فترك الأمر لأكثر من مهوال ومتمترس في وسائل التواصل الاجتماعي يصفونهم بشتى التوصيفات السيئة، فلا يتحرك لهم ضمير ولا يهتز لهم شارب ولا يخجلون وهم يعلمون بفشلهم وبأنهم لصوص وحمقى أنفقوا عشرات المليارات، والعراق ما زال دون كهرباء وهدروا مليارات على الانتخابات، والنتيجة تزوير وتشويه للديمقراطية وضحك على الذقون، جياع بالملايين تحت خط الفقر، وجهل وحثالات نصبت نفسها قيادات نهبوا كل شيء وامتدت أيديهم حتى لأموال العتبات المقدسة. وصار السؤال التقليدي، هل هؤلاء بشر أم خنازير ضيعوا البلاد وأذلوا العباد؟ وأقول دون تردد أن الخنزير بقذارته كلها لا يخون أقرانه ولا يبيع أبناء حظيرته للأعداء، وحتى القراصنة لهم عادات وتقاليد. أما من تسلق السلطة عندنا فنحتاج من علماء اللغة والأدباء في العراق لتوثيق هذه المهزلة البشرية، لتكون رسالتنا لأجيالنا المقبلة تكشف لهم كم كنا حمقى ونظننا من أجل الديمقراطية وحرية التعبير ورفاهية الشعب، وتبين أننا سلمنا الوطن وثرواته لشلة من الحرامية والفاشلين، وينطبق على أغلبهم قول مظفر النواب، فحظيرة خنزير أطهر من أشرفكم وليس أمامنا إلا الشلع قلع، ولكن بالأفعال وليس بالشعارات بحسب الكاتب. انتهى زمن الحروب السهلة في سوريا التي كانت تقررها الأطراف المحلية وتلك التي كانت تديرها الأطراف الإقليمية وحتى التي أدارتها روسيا منفردة هي مرحلة وانتهت، ولأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يعرف هذه الحقيقة استدعى وكيله في سوريا بشار الأسد ليطلب منه الاستعداد للبدء في مرحلة جديدة بإطلاق عملية السلام، بحسب الكاتب غازي دحمان في مقال عن الصراع في سوريا بصحيفة العربي الجديدة. اليوم يبدو أن بوتين يحاول اختبار طريقة مختلفة في درعا باتباع أسلوب التهويل والوعيد على فصائل المعارضة. كانت النية أن يتم إفراغ اتفاق خفض التصعيد من داخله دون حاجة إلى إعلان صادم مع القوى الراعية، فقد أرادت روسيا دفع فصائل الجنوب إلى الاستسلام عبر آلية إجراء المصالحات وتسوية أوضاع الراغبين في البقاء في مناطقهم وترحيل غير الراغبين إلى إدلب، وعند ذلك الحين لن تبقى لأمريكا الراعي اتفاق خفض التصعيد ذريعة للدفاع عن هذا الاتفاق ما دام أصحاب الأرض قبلوا بالحل الذي اقترحه الروس عليهم، واشتغلت مكائن الروس والنظام الأسد لإنجاز الأمر قبل أن يعي الطرف الأمريكي حقيقة ما يجري، واجتمع ضباط قاعدة حميمين برفقة مخابرات الأسد مع عشرات الوفود من درعا والقنيطرة وأريافهما، ووضعوا على الطاولة ما حصل في الغوطة الشرقية بكل تفاصيله من التدمير الذي تنقل من حي إلى آخر إلى الضربة الكيميائية وصولا إلى التهجير، كيف أن العالم لم يستطع فعل شيء لفصائل الغوطة وسكانها. بيد أن الفيتو الأمريكي أعاد الأمور إلى مربعها الأول، فالمسألة أعقد بكثير من حسابات الروس،
وأكبر من ألعاب وكيلهم السوري الساذجة. إنها مرتبطة بدرجة كبيرة بمصير سوريا والإقليم والتشكلات الجديدة والمعادلات المرتسمة والتي وافقت عليها روسيا التي تقف خلف حشود الأسد الذاهبة إلى الجنوب، وحصلت في مقابل ذلك على تسهيلات ساعدتها في السيطرة على حلب والغوطة، بل والقضاء على جزء مهم من جسم فصائل المعارضة. تورطنا في عالمنا العربي مع أنظمة سياسية تكشف لنا كل يوم مدى فساد إدارتها وضعف بصيرتها. ففي عدد كبير من البلدان العربية تنتشر في صفوف النظام روح ميليشياوية، وذلك على حساب عقلية الدولة ونظام المؤسسات. بل تبدو الدولة العربية وكأنها استعارات من عالم العصابات والميليشيات غير الحكومية. الكثير من الأساليب والوسائل اختبرت شعوبنا هذا عبر طريقة الأنظمة في تصفية الخصوم واقتحام مناطق سكنهم وخطفهم بلا سند قانوني وبلا إعلان عن أماكن وجودهم. شاهدنا جهات أمنية في دول عربية يفترض أنها مسؤولة تقوم بتصفية معارضين ثم بالإعلان بأنهم كانوا مسلحين، بحسب الكاتب شفيق ناظم الغبرة في مقال بصحيفة القدس العربية عن الدولة الميليشياوية في المنطقة العربية. في المشهد العربي الذي يتطور منذ عقد نجد بأن النظام العربي يعيش حالة عداء مزمنة مع المواطن، بل ربما يعتبر النظام المواطن عدوه الأول. فالمواطن محب للحرية ويريد تعليما مفيدا ويبحث عن حياة متوازنة ويريد نظاما عادلا وقادة يمثلونه، لكن عجز الدول وضعف مسؤوليتها الاجتماعية والسياسية تجاه مواطنيها وضعها في حرب مع المواطن. هذا أساس تطور الأسلوب الميليشياوي في النظام العربي، فهي تشك في ولاء المواطن وتسعى لتحويله لتابع لا حول له ولا قوة. في هذه الحرب تقع عملية تهميش المواطن وتجهيله، بل وجعله بلا مياه نظيفة وبلا بيئة صحية وبلا تعليم نوعي وبلا حقوق. بعد نصف قرن على التنمية والتطوير والتعليم نجد الشعوب العربية مع استثناءات محدودة أنها وصلت لحافة الهاوية، فهي بلا حقوق وبلا دساتير وبلا حماية من قوة الأجهزة وسلطة ميليشيا الدولة. إن اتهامات النخب المرتبطة بالأنظمة بأن الشعب جاهل وغير مستعد للممارسة الديمقراطية والحقوق يعكس مدى جهل الدولة بمقتضيات العصر والتعليم الحديث والبناء. لقد امتص النظام عافية المجتمع وأفقد الناس والأفراد حسن الإنجاز، بل قامت الدولة بكل ما تستطيع لمنع الخيار الديمقراطي ولمنع تعلم الناس لأسس الديمقراطية. لقد استمر فساد الدولة من خلال تشجيعها على الطائفية والقبلية، فبالنسبة إليها كل هذه الأبعاد أدوات تستخدم للحفاظ على السلطة. الدولة العربية مع الخارج على حساب الداخل، واعتمدت على شراء الأسلحة كوسيلة للحماية. تعتزم بابوا غينيا الجديدة حظر استخدام فيسبوك لمدة شهر بعد رصد صفحات شخصية مزيفة ومخاوف من تأثير الموقع على البلاد. وقال وزير الاتصالات سام باسيل بأن الجهات المختصة سترصد المستخدمين الذين ينشرون محتويات إباحية ومعلومات كاذبة، كما أشار إلى أن البلاد قد تنشئ موقعا منافسا للتواصل الاجتماعي.
وتواجه فيسبوك رقابة صارمة عقب فضيحة شركة كامبريدج المتهمة بحصولها على بيانات نحو 87 مليون شخص من مستخدمي الموقع، استغلتها في حملات انتخابية، فضلاً عن انتقادات أخرى بشأن أسلوب فيسبوك في التصدي للأخبار الكاذبة. وعلى الرغم من أن نحو 10% فقط من المواطنين في غينيا الجديدة يستخدمون الإنترنت، فإن البلاد حددت قواعد صارمة لاستخدام الشبكة، وتسعى الحكومة إلى استخدام الحظر لمدة شهر بغية تحليل كيفية استخدام فيسبوك ومقاضاة من ينتهكون قانون الجريمة الذي سنته البلاد عام 2016. والآن نشاهد وإياكم الكاريكاتورة. وصلنا أعزائي المشاهدين إلى نهاية الحلقة، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.